السلام عليكم ورحمة الله. هذا فيديو شرح برنامج Primary Healthcare. بداية نذهب لهذا الموقع www.gdibc-forms.com. ادخل اسم المستخدم وهو الايميل الخاص بك. الباسورد حالية موحدة 1123 3. بعد الدخول الرجاء الذهاب الى بروفايل او الملف الشخصي لتغيير كلمة السر. في حال مستقبلا نسينا كلمة السر، مجرد نضغط على نسيت كلمة السر راح يرسل كلمة جديدة لإيميلك. من هنا نختار بين اللغة العربية واللغة الانجليزية. نذهب الى Programs Primary Healthcare. مهم جدا في هذه الصفحة اختيار اسم المنشأة الصحية الصحيح. هنا ما راح يطلع لكم الريجن، هي باي ديفولت راح تكون كل شخص والريجن خاص به. لازم نختار اسم المنشأة الصحية، لأنه لو حدث فيها أي خطأ أو عبيت التقرير ما نقدر نتراجع عنها. إذا ما لقينا الخيار الهيلث فاسيليتي هنا راح نلقاه في أعلى صفحة، نضغط ويطلع لنا دروب داون ليست، نختار منه اسم المنشأة الصحيح. هنا السنة يتم كتابة اسم مدير المركز الصحي والإيميل، سواء إيميل إيميل مدير المركز أو إيميل المركز، لكن ضروري كتابة الإيميل الصحيح، لأنه إذا سويت سبميت للتقرير راح يرسل للإيميل اللي أنت كتبته هنا. بعدها تعبئة جميع البيانات المتبقية. إذا كنا أكثر من شخصين سووا الأوديت، مجرد تضغط البلس ساين راح يطلع لك اسم فراغ عشان تكتب فيه اسم المقيم الآخر. إذا كنا مقيمين، فمثلا المقيم أحد المقيمين يكتب التقرير، بعدها يسوي Save and Continue عشان يترك فرصة للمقيم الآخر أنه يدخل ويراجع البيانات اللي تم تعبئتها ويوافق عليها. هنا نختار الأوديت دايز إذا كانت واحد أو أكثر، بعدها نيكست. الآن بيطلع لنا التقرير اللي نعبيه باللغة الإنجليزية. مستقبلا بإذن الله راح نغيره، راح نضيف أيضا اللغة العربية، لكن هنا لو أنا اخترت من هذه الصفحة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية بيطلع لنا بهذه الطريقة، لأنه ضروري عند اختيار اللغة تكون من البداية من أول صفحة. هنا الانفورميشن والفاسيليتي انفورميشن. الفاسيليتي انفورميشن هذه كلها معلومات المركز الصحي. طبعا اللي له حقية انه يعبي البيانات هذا راح يكون مدير مكافحة العدوى في المنطقة. يفضل دائما انه لما نروح المراكز الصحية ناخذ البيانات نسلمها للمديرية بحيث أنهم يعبونها وتكون عندنا داتابيس لكل المراكز الصحية. الخيارات عندنا هنا مثل ما قلنا Save and Continue. لو أنا عبيت التقرير بشكل كامل أسوي أضغط Save and Continue عشان أترك مجال للمقيم الآخر أنه يراجع البيانات. أيضا إذا مثلا عبيت بعض البيانات وأبغى أرجع لها مرة ثانية أضغط نفس الشيء، هذه فائدة Save and Continue. أمر آخر أنه طبعا هذه زي أي صفحة إلكترونية ما نقدر نطول فيها أكثر مثلا من ساعة. لو أنا طولت فيها وقت يعني أكثر من ساعة، ساعة ونص، ممكن أنه ما أقدر أسوي لها حفظ، لذلك دائما بعد كل ساعة أتأكد أني أسوي Save and Continue. عندنا في Scoring يطلع لنا الخيارات 0, 1, 2، وأيضا في بعض substandard فيها not applicable. خيار 0 أو 1 ضروري كتابة comment، سواء أبغى أكتب الكومنت باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية ما في أي إشكالية. لكن مثلا إذا اخترت أنا score وما كتبت comment وحاولت أني أحفظ راح يبين لي هنا أنه في خطأ. لو أنا مثلا عبيت التقرير وفي بعض الأماكن ما عبيت فيها شيء وسويت لها سبميت راح يطلع لي رسالة توضح لي أنه ما نقدر نرسلها، لأنه في بعض الأماكن المواجب أنك تعبيها ما حطت فيها أي سواء سكور أو كومنت، وراح تطلع لك هنا باللون الأحمر تميزها عشان توضح لك وين النقص فيه. أول ما نسوي سبميت راح يرسل التقرير هذا، طبعا راح يقبل انه يرسلها لما تكون كاملة. لما ترسلها لما تسوي لها سبميت راح ترسل اولا الى مدير المركز اللي هو الايميل اللي انت ادخلته في البداية. الايميل اللي راح يرسل له يحتوي على التقرير هذا ويحتوي ايضا على اكسل فورم اللي هي الاكشن بلان اللي المفروض ان المركز الصحي يعبيها
ويرسل بعد ما يعبيها يرسلها إلى المديرية لمتابعتها والتأكد منها. طبعا ما يحتاج أنكم ترسلونها للجي دي اي بي سي. التقرير هذا المفروض يتم تعبئته في خلال 72 ساعة بعد الزيارة، والأكشن بلان المفروض يتم تعبئته من المركز الصحي بعد ما يوصله التقرير بسبع أيام عمل. ثانيا، لما نسوي سبميت التقرير ممكن نلقاه في الأرشيف. نروح للبرايمري هيلث كير، هنا راح يطلعنا كل التقارير الخاصة بالمراكز الصحية في منطقتنا، نقدر نسوي لها داونلود. ثالثا أيضا نقدر نروح الداشبورد ونشوف تقرير مبسط للتقرير اللي تم تسليمه، وهذا إن شاء الله مستقبلا إحنا قاعدين نشتغل عليه. مجرد إنك تختار اسم المنشأة وتختار البرنامج وتضغطها راح تطلع لك تقرير مبسط وليس مفصل، راح يكون فيه لكل ستاندرد نسبتها، وراح يطلع لك النسبة النهائية الكومبلاينس ريت للمنشأة. هذا شرح مبسط، وإن شاء الله تكون الأمور واضحة. عند وجود أي أسئلة لا ترددون بالتواصل مع الجي دي اي بي سي تيم، وشكرا لكم.